معانا ايضا ايه رفاعي من سوهاج. اهلا بيكي يا ايه، وتكلمينا عن الاجواء عندك، اتفضلي. اهلا بك يا شادي، واهلا بالساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم ومصر الحبيبه بخير وامان. هنا نحن في في مطرانيه طهطه، هذه المطرانيه التي تزينت لاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد واستقبال المواطنين. بدا هنا القداس منذ دقائق قرابه الساعه، وقبل القداس التقينا بالأنبا أشعيا. مطران طهطة وجهينة وتوابعهما الذي أكد لنا أن الأمان هو أهم ما قد يتمتع به المواطن في بلاده، وهو ما يتمتع به المصريون هنا في بلادنا الحبيبة مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه له التهنئة بفوزه في الانتخابات السابقة. أمام المطرانية شادي هناك تواجد رجال الشرطة التي رفعت حالة الاستعدادات القصوى هنا في المحافظة لتأمين المواطنين والكنائس والكاتدرائيات. أيضا ليست فقط الشرطة، يعني كل الأجهزة التنفيذية قامت باستعداداتها هنا في محافظة سوهاج، من إدارة المرور التي يعني تأكدت من خلو المناطق المحيطة بالأديرة والكنائس من أي سيارات أو درجات متوقفة أو يعني قد تعيق سير المرور أو الحركة من وإلى يعني الأديرة أو دور العبادة المسيحية. أيضا رؤساء الأحياء والمدن الذين تأكدوا من تجميل الشوارع وخلوها من أي مخالفات متراكمة، أيضا إنارة الشوارع والأعمدة وتزيين الأرصفة ودهان الأرصفة وغيرها من الأمور. الجدير بالذكر أن محافظة سوهاج بها يعني مزارات سياحية مسيحية كثيرة، من بينها الدير الأحمر والدير الأبيض، وكلاهما يقام به القداس والصلوات الليلة. يعني كان هذا مختصر لما رصدناه هنا الليلة في محافظة سوهاج في مطرانية طهطة. عودة إليك. شكرا ليك يا آية رفاعي، كنت معنا من مطرانية طهطة بسوهاج.